السلام عليكم. اليوم راح نتكلم عن analysis and design of compression members. راح ناخذ tutorial class نحل بي بعض الأمثلة حتى نوضح الأساسيات اللي أخذناها بخصوص تحليل compression members. أحتاج إلى مراجعة بسيطة أو ريفيو سريع للكلام اللي تكلمنا بالمحاضرة السابقة. تطرقنا إلى موضوع الكومبريشن ممبرز، وقلنا بأنه الكومبريشن ممبرز النقطة الأساسية أو العائق الأساسي اللي يقف بحساباتنا هو مسألة البكلينج. وبخلاف البكلينج فإن الكومبريشن ممبرز عبارة عن ممبر ستيل ستراكشرال، لا يختلف كثيرا بالبيهيفير عن التنشن ممبرز، ولكن بسبب وجود البكلينج راح تظهر عندنا بعض العوائق اللي تدفعنا انه نتحرى مسألة البكلينج. اجين أأكد على موضوع انه البكلينج هو مسألة stability. It's a stability problem وليست strength problem، أي بما معناه أنه الممبر، من أقول stability أنه الممبر يتحمل، قد يتحمل strength أكثر من الحد اللي إحنا نعتبر هذا limit state مالته، ولكن لأنه بسبب حدوث stability problem أو stability issue of buckling فنضطر انه نضع الليمت لهذا الحد. هاي النقطة الأساسية. بما انه هي stability problem البكلينج، عرفنا من خلال المحاضرة السابقة بأنه عندنا نوعين من هاي المسألة أو الستابلتي بروبلم. النوع الأول اللي يتعلق باللوكال ستابلتي واللي تكلمنا عنه سميناه باللوكال بكلينج، والنوع الآخر اللي يتعلق بالكولوم ستابلتي أو الأوفر أول ستابلتي واللي سميناه الأوفر أول بكلينج أو الفلكتشرال بكلينج الأويلر بكلينج. فبالتالي بناء على هذا الكلام كان عندنا قلنا بروسيجر حسب المتطلبات الـ AISC manual أنه يتطلب من عندنا أنه نعرف العمود أو الكومبريشن ممبر اللي نتعامل وياه، هل أنه هو stable locally أو لا. هذا الكلام بناء على check، يعني أنه نبدي بالبداية نشيك المقطع الكروس سكشن بغض النظر عن العمود، نشتغل بالبدايه على الكروس سكشن، نشيك الكروس سكشن، هل يا ترى الكروس سكشن يتضمن سلندر اليمنت او لا يتضمن سلندر اليمنت؟ اذا يتضمن سلندر اليمنت المانيوال بهاي الحاله راح يحولنا على الفقره E7 اذا تتذكروها بشابتر E. إذا كان without cylinder elements المانيوال يخلينا ضمن الفقرات E3 إلى E6 حسب الكروس سكشن وحسب الكونفيجريشن اوف كولوم. بناء على هذا الكلام عرفنا بأنه يجب أن ندقق الكروس سكشن بالبداية، ندقق الاليمنتس. من نقول كروس سكشن ندقق الـ elements of cross section، وهاي النقطة مهمة يجب أن يكون بها توضيح. من نقول ندقق الـ cross section أي بما معناه كأنما نفتح أو نفصخ الـ cross section إلى مجموعة من الـ plates، نخليه مجموعة plates، كل يعني الـ W shape يتكون، إذا تنظرون له هسه بهذا الشكل يتكون الـ W shape من 3 plates اللي هو web و 2 flanges. هذا فبالتالي احنا كأنما نفصخ هذا الـ W shape إلى web و flange،
ونشيك كل واحد على حدة، هل أنه الويب سلندر أو نون سلندر، هل أنه الفلانج سلندر أو نون سلندر، وبناء عليه راح نعرف هذا الدبليو شيب هل يا ترى بي سلندر أليمنت أو ما بي سلندر أليمنت. يعني إحنا التدقيق يكون على الأليمنت حتى نعرف من خلال التدقيق مال الأليمنت نعرف هل يا ترى السكشن مالتنا بي سلندر أليمنت لو ما بي سلندر أليمنت. أتمنى أنه تكون هاي النقطة واضحة، هاي النقطة مفصلية عندنا. التشيك للأليمنت للكروس سكشنال ستيبلتي مثل ما طرقنا له بالتيبل بي 4 1، إذا تلاحظون إذا تذكرون استعرضنا إحنا بالمحاضرة السابقة التيبل بي 4 1، هذا اللي أمامكم إذا تتذكروا قلنا بأنه المانيوال يشيك لنا الستيبلتي الكروس سكشنال ستيبلتي استنادا على التيبل بي 4 1. التيبل بي 4 1 مقسم إلى قسمين رئيسيين، الأول اللي يتضمن الستيفند اليمنتس، والمقطع أو القسم الثاني اللي يتضمن الان ستيفند اليمنت. هذا الأول عفوا ان ستيفند اليمنت، واللي يشمل الحالات 1 2 3 4 5 6، والحالات 7 إلى 15 ضمن الستيفند اليمنت. تكلمنا بالمحاضرة السابقة شنو الان ستيفند اليمنت وشنو الستيفند اليمنت، وايضا اراجعها بصوره سريعه. الان ستيفند اليمنت هي المقطع الاليمنت اللي يكون ب على الاقل نهايه واحده غير مرتبطه حره فري اند. يعني مثال للان ستيفند اليمنت هو الفلانج للدبليو شيب. الفلانج اذا تلاحظون هذا الفلانج مرتبط من جهه واحده وبنهاية فري، فبالتالي هو unstiffened. يعني بمختلف الحالات سواء كان بالفلكتشر أو بالكومبريشن. الأنجل الليج الواحد هو يعتبر unstiffened باعتبار أنه الأنجل يتكون من two legs، فكل ليج هو عبارة عن unstiffened element لأنه كل ليج هو بنهاية فري. الستيفند اليمنت تشمل الممبرز اللي يا اما تكون مرتبط يعني مرتبطه بممبر اخر او ستيفند بممبر اخر، مثلا الويب اوف دبليو شيب. اذا تلاحظون مثلا هسه ابسط اوضح مثال عندنا له هو الويب اوف دبليو شيب. الويب اوف دبليو شيب كونكتد من الجهتين، فهو بالتالي استفد. يعني الفكره بانه انت موفر كانما يعني فتشي فيرتشوال، مو دقيق كلش الكلام، ولكن كانما انت موفر هنا مسند وهنا مسند للبليت. من تريد تنضغط ذني الطرفين مشكلات ريسترينتس او عوائق او مساند لنهايات الاليمنت، ولكن بالفلانج راح تشوف بانه كانما تشتغل مثل الكانتليفر بيم بها نهاية حرة. فبناء على هذا الكلام احنا الخطوة الاولى اللي تحدد التحليل مالتنا للكومبريشن ممبر هي ان نعرف اشقد الاليمنت مالتنا ستيبلتي مالته من خلال تدقيق الاليمنتس الى تقسيمها الى سلندر او نون سلندر. هذا التيبل اللي شرحته لكم بالمانيوال اللي هو تيبل بي 4 1، وهذا الشكل تقريبا ملخص سريع له مذكور في مصدر سيجاوي موضح انه شلون تدقق الاليمنتس سلندر او نون سلندر لكل شكل، وايضا راح نتطرق لهن بالحسابات، واحنا راح نستخدم المانيوال بالحسابات، ولكن هذا الشكل فقط للتوضيح.
الخطوة الثانية بناء بعد أن نعرف الكولوم مالتنا هل أنه يحتوي على سلندر أليمنت أو لا يحتوي على سلندر أليمنت، النوبة نشتغل على الكولوم ستيبوليتي أو الأوفر أول ستيبوليتي. النوب نجي نشوف هذا الكولوم مالتنا هل هو يقع ضمن حدود الإلاستيك فلكتشرال باكلينج أم يقع ضمن حدود الإنإلاستيك فلكتشرال باكلينج، لأنه مثل ما تتذكرون قلنا أنه الأعمدة الطويلة تقع ضمن حدود الإلاستيك فلكتشرال باكلينج، والأعمدة القصيرة والمتوسطة شورت كولوم أو انترميديت كولوم سميناها تقع ضمن الإنإلاستيك فلكتشرال باكلينج. الفرق بيناتهن أنه الإلاستيك فلكتشرال باكلينج الحساب مالته يكون اعتمادا على أويلر ستريس بيورلي، والإنإلاستيك الأويلر ستريس قلنا ينطينا أوفر استيميشن، وبالتالي هناك تغيير بطريقة الحسابات بحساب الكريتيكال ستريس. أنه بالإلاستيك الكريتيكال ستريس يعتمد 100% على معادلة أويلر، على الأويلر ستريس مثل ما تشوفون هسه أمامكم هذا الشكل العمود الطويل اللي يكون الطويل أول مرة. هسه بعد إحنا وصلنا في مرحلة يفترض أنه نستطيع التمييز من بيها ستركتشرالي، بعد ما أقول أنا من أقول لونج كولوم ومن أقول شورت كولوم مو القضية اعتباطية، صارت بناء على جادجمنت هندسي اللي هو هذا الليمت 4.71 سكوير روت اي اوفر اف واي. فكل كولوم اجي احسب السلندرنس ريشيو مالته اللي هي كي ال اوفر ار، وتكلمنا بتفاصيلها هذه، احسب الكي ال اوفر ار واقارنها ويا هذا الليمت 4.71 مثل ما قلنا سكوير روت اي اوفر اف واي. اذا كانت كي ال اوفر ار للعمود اطول فبالتالي العمود اكبر، العفو العمود يكون لونج كولوم، وبالتالي الكريتيكال ستريس مالته احنا الفكره كلها هذه انه نعرف الكريتيكال ستريس. فاذا كان لونج كولوم الكريتيكال ستريس مالته المانيوال يقول لي تحسبها اعتمادا على اويلر ستريس اللي هي بهاي المعادله اللي امامكم، مجرد انه اويلر ستريس ولكن المانيوال يضربها 0.877 امبيريكال. اذا كان العمود شورت بهاي الحاله راح يكون السلندرنس ريشيو مالته او الكي ال اوفر ار مالته اقل من الليمت اللي هو 4.71 اي اوفر سكوير روت اي اوفر اف واي. وعند ما يكون اقل بهاي الحاله المانيوال يقترح او يوصي بهاي المعادله، معادله الكريتيكال ستريس اللي امامكم لحساب الكريتيكال ستريس. بناء على هذا الكلام بعد ان شيكنا اللوكال ستيبلتي وعرفنا البروسيجر مالتنا وين نروح على اي 3 او على اي 7، وبناء على البروسيجر اللي اجينا به اللي هو مثلا هنا هسه اذا نتكلم عن اي 3 بهاي الامثله يصير الهدف مالتنا حساب الكريتيكال ستريس. وبعد ان نحسب الكريتيكال ستريس مجرد انه نضربه بالاريا جروس حتى نعرف النومينال سترينث النومينال كومبريشن كومبرسيف سترينث، وبعد ان نحسب النومينال كومبرسيف سترينث نضرب بالفاي حتى نطلع ال ار اف دي ديزاين سترينث، او نقسم على الاوميجا حتى نعرف ال ASD Allowable Strength. هذا كاستعراض ومراجعة سريعة وملخص لموضوع الكومبريشن ممبر. هذا التلخيص يعني مفيد جدا لكم بفهم الموضوع. المثال الأول اللي راح نتكلم به عن الكومبريشن ممبرز بعد أن example 4.2، المطلوب أنه عندنا W14x74 of A992 steel 20 feet pin end. هاي ايضا ملاحظة ثانية، طوله 20 feet و pin end. المطلوب انه نحسب design compressive strength LRFD والallowable compressive strength ASD. فمثل ما تكلمنا
المقطع السابق انه الخطوه الاولى انه نشيك اللوكال ستيبلتي. سابقها هنا سيجوي بخطوه انه نشيك سلندرنس ريشيو اللي هي كي ال اوفر ار، طالعه عندنا 996.77. ايضا لا باس انه نعرج على مساله كي ال اوفر ار حاليا ولحد هاي المرحله اللي احنا بيها. احنا نعتبر انه الكي هي تتعلق بالنهايات بالسبورتس بنهايات العمود، وبما انه هنا السؤال مفترض بانه pinned اي النهايات كلا النهايتين هنا pinned، فبالتالي الكي راح تعتبر واحد. L هي طول العمود اللي هو هنا 20 فيت ضربناه في 12 حتى نحوله الى انش، لانه المانيوال ينطيني قيمة R بالانش. فهنا اذا تلاحظون انه اولا لازم نشيك الR من هو القيمة الاقل، لانه المانيوال راح ينطيني RX وراح ينطيني RY، فاكيد اني راح اخذ القيمة الاقل لانه هي اللي تعطيني ماكسيمم سلندرنس. فبالنسبه لهذا المثال اذا تشيكون ار اكس وار واي راح تشوفون بانه ار واي هي الاقل، وهذا الشيء في معظم الدبليو شيب انه الار واي هو الاقل، لانه باي سنس انه ال المومنت اوف انرشيا بالاتجاه واي هي اقل بكثير من المومنت اوف انرشيا بالاتجاه اكس، اي انه اي اكس تكون اكبر بكثير من اي واي. ولذلك احنا ناخذ الحاله الكريتيكال اللي هي لما يكون المقطع بفلكتشرال باكلينج حول الواي. بعد فيما ياتي بالمراحل الجايه راح نشوف بانه K ايضا ممكن تصير KX و KY و L ممكن تصير LX و LY. فبالتالي احنا بالحقيقة لما نقول KL over R الان في هاي المرحلة هي KL over R، ولكن في مرحلة اخرى راح تصير هي KX LX over RX و KY LY over RY، اي بما معناه راح يصير عندي slenderness ريشيو بالاتجاه اكس وسلندرنس ريشيو بالاتجاه واي. ومن نحلل العمود راح ناخذ السلندرنس ريشيو بالاتجاه الاعلى، اعلى سلندرنس ريشيو هي اللي راح ناخذها ونشتغل عليها لانه هي الكريتيكال كيس. فبناء على هذا الكلام بعد ان شيكنا السلندرنس ريشيو نجي الخطوه اللي بعدها اللي هي قلنا نشيك اللوكال ستيبلتي اللي هي نشتغل على الكروس سكشن. الان احنا عندنا حتى نثبت المبدا انه عندنا دبليو شيب، فبالتالي نحتاج ان نشيك الفلانج ونشيك الويب. فبالخطوه الاولى هاي المعلومات منطينا اياها من المانيوال، هسه انتم تقدرون تطلعوها تستخرجوها. نجي الى تشيك الفلانج. مسبقا احنا نعرف بانه الفلانج يعتبر انستيفنت اليمنت، فبالتالي احنا نروح على التيبل B41 حتى نعرف الليمتس اللي نشيك عليه. وشلون نشيك اللوكال ستابلتي؟ فنروح على التيبل B41 اللي تكلمنا عنه قبل قليل على السكشن الانستيفنت اليمنت. هذا السكشن اللي تكلم لي عن الانستيفنت اليمنت. اذا تلاحظون بالانستيفنت اليمنت السكشن الاول اللي تكلم لي عن الانستيفنت اليمنت، الانستيفنت اليمنت المانيوال منطيني بيها ست حالات. الحاله الاولى تتعلق بالفلكتشر، الثانيه تتعلق بالفلكتشر لما يكون الفلانج هنا او السكشن معرض الى فلكتشر. هنا الحالة الثالثة إذا تلاحظون
uniform compression in flanges of rolled I-shaped sections. أو plates projecting from rolled I-shaped sections. Outstanding legs of pairs of angles in continuous contact and flanges of channels. فبالتالي إذن الحالة مالتي هي uniform compression in flanges of rolled I-shaped sections. إذن أني ضمن الحالة الثالثة. الحالة الثالثة هذا الشكل مالتها هو W shape. وهنا موضح لي أنه شلون تحسب width إلى thickness ratio اللي هي B over T. هذه B over T حتى تشيك local stability. أنت راح تشيك هذا المقدار اللي هو B over T وي الليمت مال هذا أو هذا حسب الحالة. فهسا إحنا هنا بما أنه نتكلم عن compression الكومباكت ما مهم عندي. عندي المهم هو النون كومباكت. فبالتالي لأنه المقطع ليش مهم عندي النون كومباكت؟ لأنه المقطع من يصير اللامدا مالته هذه هاي اللامدا مال المقطع لامدا فلانج خلينا نقول اللي هي B over T وهاي لامدا R للفلانج. لما يكون اللامدا مال المقطع أو البليت أكبر من اللامدا R للبليت معناتها البليت صار سلندر. إحنا بالكومبريشن ما يهمنا البليت كومباكت لو نون كومباكت، يهمنا البليت سلندر لو نون سلندر. بالفلكتشرال بيهيفير راح يصير يهمنا كومباكت لو نون كومباكت. اذا احنا هنا هسه بما انه كومبريشن نبحث عن التشيك هل انه البليت سلندر لو نون سلندر. الحد الفاصل هو اللامدا ار، هذا الحد الفاصل هو اللامدا ار. نشيك ويا اللامدا الحقيقي اللي هي بي اوفر تي. هنا المانيوال شارح لنا البي اوفر تي بهذا الشكل. البي هي نصف نصف عرض الفلانج، هاي بي باعوها بي الفلانج نصف عرض الفلانج، والتي هي الثيكنس اوف فلانج. اذا رجعنا على المثال مالتنا هسه هنا بي فلانج على 2 تي فلانج، هذه نفس الكلام بي فلانج نفس الشكل اللي تكلمنا عنه. حسبنا هذا المقدار طلع عندنا 6.43، طبعا يونتلس ماكو وحدات لانه 2 هم بالانش. هذا المرحلة الأولى اللي حسبنا بها اللامدة للفلانج. المرحلة الثانية حسبنا الليمت اللي هي 0.56 سكوير روت اي اوفر اف واي اللي انطانا اياها بالتيبل قبل شوية. إذا أرجع هنا هسه شوفوا هذا الكيس مالتنا كيس 3، هذا اللامدة ار 0.56 اي اوفر اف واي. هسه أنا ايش راح أشيك؟ راح أشيك هذا اللامدة ويا هذا الليمت. إذا طلع أكبر فمعناته الفلانج سلندر، إذا طلع أقل معناته الفلانج نون سلندر. زين هسه هذا طلع عندي 13.5 وبالتالي فاللامدا مال المقطع اللي هي 6.43 أقل من الليمت اللي هي 13.5 وبالتالي فإن الفلانج هو نون سلندر. وراها أبدي أشيك الويل بالنوبة. ارجع على التيبل، الويب يدخل ضمن الاستيفنت اليمنت. اذا تلاحظون هنا هذا الاستيفنت اليمنت يبدي من كيس 7 8 9 10. يعني الحالات اللي عندي هنا انه بالحاله رقم 7 هو فلكتشر ان فلانجز اوف تيز، هنا يونيفورم كومبريشن ان ستيمز اوف تيز، و 9 فلكتشر ان ويفز اوف دبلي سيمتريك اي شيبد سكشنز اند شانلز. هنا الحاله 10 اللي هي يونيفورم كومبريشن ان ويفز اوف دبلي سيمتريك اي شيبد سكشنز. وطبعا احنا الدبليو شيب اللي عندنا هنا هو دبلي سيمتريك لانه متنابر حول الاكس وحول الواي. فبالتالي التشيك مالتنا هنا هذا هو التشيك مالتنا. H على تي ويب هو الليمت مالتنا، هذا H على تي ويب والعفو اللامدا ويب خلينا نقول، وهنا اللامدا R هي 1.49 سكوير روت E اوفر اف واي. طبعا هاي اللامدا R هي كلها عبارة عن امبيريكال جاية من شغل مختبرات وبحوث، يعني ما لها اساس نظري. زين اكو بعد ملاحظة قبل ما اغادر هذا التيبل خلي اتطرق لها، انه اذا تلاحظون الاتش هنا هي مو عبارة عن ارتفاع الويب شباب.
ال H هنا هي عبارة عن ارتفاع الويب ناقص هاي المسافة الصغيرة اللي هي تكون مسافة هذا الفلت، هذا التقوس اللي يصير بالركن. هذا لازم ينطرح بحيث تاخذ الويب بيور. هذا شلون ينطرح هسه راح نتكلم عنه ايضا، اعلمكم شلون ينطرح. هذا ال H هنا اذا تلاحظون هسه H على T ويب حتى اطلع اللامدة، ال H هنا يساوي D ناقص 2 KD، العفو 2 كي ديزاين. هاي ال 2 كي هي هاي المسافة اللي استثنيناها من المليون، هاي الحالة، هاي العفو هنا، هاي المسافة الصغيرة هنا وهاي الصغيرة هنا، هاي المانيوال اللي يسميها كي ديزاين. هاي ناخذها من المانيوال نطلعها لكل سكشن، نطلع هاي القيمة موجودة معطاة بالشكل مالته. فهسه لهذا الشكل عندنا الكي هي 1.38، فبالتالي حسبنا اللامدة او السلندرنس للويب طلعت عندنا 25.4. بعد ان حسبنا دي، الدي هي الفلانج الدبث الكلي، يعني هسه اني اقدر اوضح لكم هاي النقطة بالذات، اخاف تصير ما واضحة عند البعض. اذا رحنا على البروبرتيز لاي دبليو شيب، اذا تلاحظون هاي الشكل هسه هنا، هاي شباب هسه احنا اللي نبحث عنه، احنا قلنا دي ال H هي هنا كان يحسبها عبارة عن دي ناقصا 2 K، هاي ال K، هاي ال K هي عبارة عن من التوب فلانج فايبر الى نهاية الفلت، ومن البوتوم فلانج فايبر الى نهاية الفلت. فبالتالي هي عبارة عن القيمة، مو هاي التي، لا يصير عندكم كونفيوز، هاي التي لها غير معنى. هنا هسه القيمة اللي احنا نبحث عنها هي عبارة عن هذا البعد كله اللي هو depth of section بالكامل ناقصا هذا الكي من الأعلى وهذا الكي من الأسفل. إذا تلاحظون أنه هذا هسه الكي معطى لكم بهذا التيبل، هاي القيمة مالته لكل مقطع. فبالتالي هنا أنا معطى بصيغة الديزاين وهنا determined، فبالتالي احنا ناخذ الديزاين لأنه هو القيمة اللي تستخدم للcalculations. فالدي عندنا الدف معلوم لكل مقطع، يعني هسه اذا اجينا نكمل، طالما انه وصلنا هنا، اذا اجينا على 14 في 74 حتى تشوفون الدي مالته، هذا 14 في 74، 14 في 74 الدي 14.2 انش، والكي ديزاين 1.38. إذا رجعنا للمثال مالتنا، الدي 14.2 انش ناقصا 2 في 1.38 قسمناها على thickness of web، طلع عندنا اللامدة اللي هو 25.4. هذا هو اللامدة للويب. الليمت اللي انطانا اياه المانيوال مثل ما تكلمنا عنه هو 1.49 سكوير روت اي اوفر اف واي، طلع عندي 35.9. وبما انه طلع اللامدة للويب اقل من اللامدة سلندرنس او اللامدة ار، فاذا الويب ايضا نون سلندر. الان هذا السكشن اللي هو 14 في 74 يمتلك نون سلندر فلانج ونون سلندر ويب، فاذا هو نون سلندر سكشن، او هو عبارة عن سكشن without سلندر element. إذا كان واحد من عدهن هو سلندر طلع عندنا بالتشيك، معناتها صار شغلنا عبارة عن سكشن with سلندر element، وبالتالي كلامنا راح يكون بالاتجاه الآخر اللي راح ناخذه إن شاء الله بالمراحل القادمة. بناء على هذا الكلام، إذا إحنا شيكنا اللوكال ستيبلتي، عرفنا بأنه المقطع مالتنا هو without سلندر element. فمن يصير مقطعنا without slender element معناتها راح نروح الى section E3 حتى نتبع البروسيجر. بالE3
اولا ايش عندنا؟ لازم نوب نشيك الاوفر اول ستابيليتي. التشيك مال الاوفر اول ستابيليتي مثل ما تطرقنا قلنا بانه هو عباره عن تشيك للسلندرنس الكامل للمقطع اللي هي كي ال اوفر ار ويا الليمت. احنا كي ال اوفر ار هي حسبناها بالبدايه هاي القيمه مالتها كي ال اوفر ار قلنا الماكسيمم اللي هي بالاتجاه واي كانت 96.77 هذه السلندرنس الحقيقيه للمقطع. الليمت اللي هنا حسبناه هو 4.71 اللي حتى نعرف انه هذا العمود طويل لو قصير او انه هو بمرحله الالاستيك فلكتشرال باكلينج او ان الالاستيك فلكتشرال باكلينج هي 4.71 سكوير روت اي اوفر اف واي واللي هي طلعت عندنا هنا 113 لانه 4.71 سكوير روت الاي مودولس اوف الاستيسيتي اوف ستيل هي 29000 كي اس اي وحداتها والاف واي بما انه هو دبليو شيب هو عباره عن 50 كي اس اي وبالتالي طلع عندي 113. يعني بما معناه هسه العمود مالتي اذا كان السلندرنس ريشيو مالته اعلى سلندرنس ريشيو اللي هي هنا باتجاه واي اذا كانت اعلى سلندرنس ريشيو له هي اكبر من هاي القيمه فهو عباره عن لونج كولوم وبالتالي هو راح يصير ب فلكتشرال الاستيك فلكتشرال باكلينج واذا كانت اقل فهو عباره عن انترميديت او شورت كولوم وبالتالي راح يصير ب ان الاستيك فلكتشرال باكلينج. احنا القيمه مالتنا اللي حاسبيها مسبقا هي 96.77 وهي اقل من ال 113 فاذا احنا نتكلم عن شورت كولوم او انترميديت كولوم وبالتالي يقع ضمن الـ inelastic flexural buckling. يعني اذا ارجع على المثال على هذا الشكل هسه هذا الليمت مالتنا اللي حسبناه هو عباره عن 113 هذا الليمت احنا واللامدا مال المقطع اللي حسبناه طلع عندنا 96 فاحنا صموير هنا في مكان ما هنا ضمن هاي المرحله اللي هي تكون في مرحلة الانيلاستيك فلكتشرال باكلينج وبالتالي الكريتيكال ستريس المانيوال قايل لي ينحسب من يا معادلة من هاي المعادلة. هذا كل ما بالموضوع. فأجي حتى أحسب الكريتيكال ستريس المانيوال قايل لي بأنه هي 0.658 to power of y على FE مضروبة في FY. حتى احسب هاي بس الاف اي احتاج احسبها او الاويلر ستريس اللي هي هاي قيمتها باي سكوير في اي على كي ال اوفر ار سكوير. حسبت الاويلر ستريس 30.56 كي اس اي. حسبت الكريتيكال ستريس طلعت عندي 25.21. هنا حتى شويه يصير عندنا قليل من السنس هنا بالموضوع احنا نتكلم عن ستيل سكشن اف واي مالته عباره عن 50 كي اس اي. لاحظوا هنا اف واي عباره عن 50 كي اس اي يعني بما معناه انه عندما يصل الاجهاد بالمقطع الى 50 كي اس اي راح يصير يلدنج. هسه لاحظوا هنا اويلر ستريس ايش قد؟ اويلر 30 تقريبا 30 كي اس اي. يعني بما معناه انه احنا هو المقطع يتحمل 50 ولكن من راح يوصل 30 راح يصير ب باكلينج او فلكتشرال باكلينج بسبب حسب نظريه اويلر. يعني احنا ما راح نوصله ما راح نقدر نخليه يشتغل بال 50 زين. والمانيوال ايش قال لنا؟ قال لنا ما تستخدمون الاويلر مباشره تروحون تدخلوا بهاي المعادله تطلع 25.21. يعني لاحظوا بانه لو كان المقطع هذا ما بي باكلينج ما 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 نعاني او ما ندرس مشكله الباكلينج الاف واي او الكريتيكال ستريس مالته اللي تسبب له ييلدنج اون جروس اريا اذا طبقنا هذا الليمت ستيت اذا صح التعبير على الكومبريشن راح نعتبر 50 في حين انه احنا هنا ما اعتبرناها 50 راح نعتبرها ايش قد 25. شوفوا ايش قد تاثير الباكلينج على المقطع نزل لنا الكريتيكال ستريس او الكريتيكال ستريس نزل لنا اياه من الييلدنج اللي هو
50 إلى 25 بناء على الكلام السابق اللي تكلمنا فيه. بناء على هذا الكلام حسبنا الكريتيكال ستريس، فيبقى عندنا النومينال سترينث هي الاف كريتيكال في الاريا جروس، وحسبناها تطلع عندنا 549. بعدها انه نحاول انه نستخدم الديزاين سترينث بالال ار اف دي، نضربها بالفاي، الفاي الكومبريشن ايضا 0.9، وحتى نروح للاي اس دي احنا راح الالاوبل سترينث انه 0.6 في الاف كريتيكال، او تقسمها على الاوميجا نفس الكلام، نفس النتيجة المفروض تطلع. فبالتالي انه طلعنا الـ RFD والـ ASD strength. المثال الثاني اللي راح نتكلم عنه عن analysis of compression members من مكورماك example 5.2. المطلوب انه نحسب design strength LRFD و ASD allowable strength للكولوم اللي امامكم، هذا الكولوم اللي عندنا بهذا الشكل، طوله 15 فيت، مقطع W 12 في 72. مطلوب أن نحسب السترينث بثلاثة طرق، طريقة تيبل 4-22، طريقة تيبل 4-1، وطريقة الحسابات. احنا بالحقيقة الطريقة اللي تكلمنا عنها بالمثال السابق هي طريقة الكريتيكال ستريس ميثود أو الكالكوليشنز ميثود، طريقة التفصيلية واللي نغطي بيها كل التفاصيل. هناك مختصرات بالمانيوال مثل ما تعلمنا من التنشن ممبرز، أيضا أنه تيبلز تنطينا الديزاين سترينث التنشن ممبرز، أيضا توجد تيبلز تعطينا الديزاين سترينث للكومبريشن ممبرز، وهذا التيبلز بمجموعتين، مجموعة تبدي بأربعة واحد، وهسه نشوف نقول المجموعة الثانية 4-22 بالنسبة للدبليو شيب، وأيضا راح نستعرض التابلز ونشوف شنو الفرق بيناتهم. فبالنسبة للحالة الأولى حتى نستخدم التابل 4-22، احنا يفترض بك بكل الحالات سواء كان نستخدم تابلز أو نستخدم الكالكوليشنز ميثود، يجب أن نشيك مثل ما تعلمنا بالمثال الأول اللوكال ستابلتي، ونشيك هل يوجد انه سلندر اليمنت او نون سلندر اليمنت. فبالتالي الخطوه الاولى هي تعتبر خطوه مكرره تماما لما مذكور بالمثال الاول، ما راح اتطرق لها بالتفاصيل، مجرد انه نشيك لوكال ستابيليتي اوف دبليو شيب، يفترض انه غطيناها بالمثال الاول بالتفاصيل، ايضا اخذنا الفلانج شيكنا اللامدا فلانج ويا الليمت مالتها، وطلع عندنا اللامدا فلانج 8.96 اقل من الليمت اللي هي 13.49، فاذا الفلانج هو نون سلندر انستيفنت فلانج اليمنت. الويب ايضا نفس الكلام اللي تكلمنا به، شيكنا اللامدا ويب اللي هي اتش على تي دبليو، والاتش عرفنا شلون نحسبها، الليمت اللامدا ار 1.49 سكوير روت اي على اف واي، طلعت عندنا 35.88 وبالتالي 22.7 it's less than 35.88، فبالتالي انه الويب هو نون سلندر ستيفند ويب اليمنت. هذا اذا عرفنا بانه هذا السكشن اللي نتكلم به W 12 في 72 هو نون سلندر، العفو سكشن without سلندر اليمنت. المرحله الثانيه انه نروح على الاوفرال ستابيليتي، حتى نروح على الاوفرال ستابيليتي اولا لازم نعرف قيمه K. قيمه K تعلمنا من نحسبها من التيبل CC2. لهاي الحاله راح تشوفون انه لما تكون النهايات احدى النهايتين فيكست والنهايه الثانيه بين، الK هي 0.8 فاخذناها 0.8، طبعا هاي تيبل 5.1 اللي هو بالكتاب المذكور مكورماك، ايضا التيبل نفسه مذكور وبالمانيوال ايضا مذكور، تطرقنا له بالمحاضره السابقه بالانترودكشن تو اناليسيز اوف كومبريشن ممبر. فبالتالي عرفنا بانه الكي هي 0.8، ما عندي كلام الان عن انه الكي تختلف بالاتجاه اكس والواي فنعتبرها وحده، ولا عندي كلام انه الار تختلف بالاتجاه اكس وواي فهي وحده، ولكن اكيدا عندي كلام انه الار تختلف بالاتجاه اكس وواي، لان المانيوال يعطيني ار اكس ويعطيني ار واي،
وبالتالي لازم اخذ الار الاقل اللي تنطيني ماكسيمم سلندرنس ريشيو، وهي دائما قلنا بمعظم الاحيان هنا هي الار واي. فبالتالي انه ناخذ الماكسيمم سلندرنس ريشيو بالاتجاه واي، هنا كي ال اوفر ار بالاتجاه واي هي عباره عن 47.37. فبناء على هذا الكلام احنا الغايه انه نريد نروح على تيبل 4.22. اذا اجينا على المانيوال على التيبل 4.22 على الجزء الرابع 4.22، هذا ال 4.22 اللي هو available critical stress for compression members. اذا هو هنا يعطينا critical stress. احنا الغايه من انه الاوفر اول ستيبلتي انه نعرف الطريقه اللي نحسب بها الكريتيكال ستريس. هنا في هذا التيبل مباشره ينطيني الاف كريتيكال للحالتين، اذا تلاحظون لحاله الاي اس دي والال ار اف دي اعتمادا على السلندرنس ريشيو. وهنا أنا بهاي الحاله راح تكون السلندرنس ريشيو مسؤوليتي اني، حتى اعرف انه الكيج قد والال اش قد والار، وحتى اعرف انه يا سلندرنس ريشيو اللي اشتغل بها بالاتجاه اكس او بالاتجاه واي. فهسه اذا تلاحظون انه احنا السلندرنس ريشيو كانت عندنا كي ال اوفر ار تساوي 47.37، فبالتالي لازم نروح على هاي القيمه ونطلع الكريتيكال ستريس اللي قابلها. هنا هسه اذا رجعنا للمانيوال نبحث عن كريتيكال ستريس قيمتها 47.37، هذه 47 وهاي 48. هنا تلاحظون انه عندنا ASD critical strength و LRFD critical strength لمختلف القيم من الأفواي. هنا العمود الأول الأفواي 35 36 42 46 50. السبب أنه هنا هذا التيبل إذا تلاحظون يعطيني الكريتيكال ستريس بغض النظر عن المقطع اعتمادا على السلندرنس ريشيو. هسه المقطع هنا ما له علاقة، ما له تدخل، ولذلك المانيوال منطيني مختلف قيم الافواي. فمن يصير عندك مقطع الافواي مالته 35 تجي هنا، من يصير عندك مقطع افواي 36 تجي هنا، وهكذا. الان احنا مقطعنا دبليو شيب والافواي مالته فور شور 50 كي اس اي، فاذا احنا شغلنا سموير هنا. فنبحث عن 47.37، هنا 47 وهنا 48، لازم نسوي لينير انتربوليشن بين هاي القيم بالاي اس دي بين 25.5 و25.3 وبالال ار اف دي بين 38.3 وبين 38. اذا نرجع للمثال مالتنا نشوف انه كي ال اوفر ار مالتنا 47.37 نتيجه للانتربوليشن، طالع الال ار اف دي اللي هو فاي سي في اف كريتيكال 38.19، والاي اس دي اللي هو اف كريتيكال على الاوميجا 25.43 كي اس اي. وبناء على هذا الكلام الان هاي الارقام تمثل عندي فاي في اف كريتيكال، مجرد اضربها في اريا جروس يطلع عندي ديزاين سترينث للال ار اف دي، واضربها في اريا جروس ايضا للاف كريتيكال على اوميجا سي، اضربها في اريا جروس يطلع عندي الاي اس دي. اذا بناء على هذا الكلام عرفت بانه ال ار دي ديزاين سترينث هلقد و ال ار اف دي اي اس دي ديزاين سترينث الاوبل سترينث هلقد. زين المطلب الثاني انه الان نحل نفس الكلام اعتمادا على التيبل 4.1. راح تشوفون ايضا نستعرض التيبل 4.1 هنا هسه راح يدخل عندي المقطع تيبل 4.1 available strength in axial compression. لاحظوا شباب بالتيبل 4.22 كان ال available critical stress for compression members بغض النظر عن السكشن WHSS whatever compression member عندك slenderness ratio مالته طلع critical stress. ولكن بهاي المجموعة اللي تبدي ب 4.1 available strength، هسه هنا صار سترينث يعني ديزاين سترينث والاوبل سترينث،
وان اكسيال كومبريشن، ولانه صار الموضوع يتعلق بالسترينث فصار يعتمد يعني مصنف حسب المقطع. فتلقون 4-1 للدبليو شيب، 4-2 للاتش بي شيبس، 4-3 للاتش اس اس ريكتانجولر اتش اس اس، 4-4 سكوير اتش اس اس، والى ان يعني مثلا 4-9 دبل انجلز لونج ليج باك تو باك ال ال بي بي هاي، انه لونج ليج باك تو باك. هاي هنا انا هسه دبل انجلز اللي هي شورت ليجز باك تو باك، يعني بمختلف السكشنز. مثلا 4-11 هنا كونسنتريكالي لودد سنجل انجلز، لما هنا سنجل انجل ومحمله عن اكسيال عن طريق هاي السنتر اوف جرافيتي. هنا اكسنتريكالي لودد سنجل انجلز ايضا مختلف. حتى ب 4-13 يبدي ينطينا كونكريت فولد ريكتانجولر اتش اس اس، لما يكون عندك ريكتانجولر اتش اس اس وفولد وذ كونكريت بالداخل مالته، وحسب طبعا الاف برايم سي مال كونكريت والاف واي وهكذا. احنا الان هسه عندنا دبليو شيب، فشغلنا ضمن 4-1. اذا تلاحظون انه ال 4-1 يعتمد على المقطع، لازم تعرف المقطع مالتك ايش قد، ويعتمد على افكتيف لينث اللي هو بس كي ال بالفوت. هاي يجب انه تركزون عليها لانه بعض الاحيان يصير بها مس اندرستاندينج. هنا افكتيف لينث كي ال، مو سلندرنس ريشيو، بس افكتيف لينث يعني بس الطول بالفوت، بس شنو وذ ريسبكت تو ليست راديوس اوف جيريشن ال واي، يعني كانما كي واي ال واي. اذا كان عندك هنا الافكتيف لينث هو بالاتجاه اكس، اكو في الطريقه نسويها اكوفلنت هذه، راح نتطرق لها ايضا ان شاء الله بالامثله القادمه. الان في هاي الحاله هي عباره عن كي ال فقط بالاتجاه واي. فالمثال مالتنا هنا عندنا احنا الكي مالتنا نعرفها 0.8، طول الكولوم هو 15 فوت، فما يحتاج بعد نضرب بالانش لانه اصلا المانوال يريدها بالفوت. فتطلع عندنا ال KL الافكتيف لينث هو 12 فوت. اذا رجعنا للتيبل المذكور هسه، هذا اللي هو المقطع مالتنا، العفو 12 في 72 او 12 فوت. هسه اذا نجي هنا هسه هاي W 14 W 14 12. فهسه نبحث عن W 12 في 72، هاي هسه هاي W 12 وهاي في 190 في 170 152. احنا نبحث عن W 12 في 72، هاي 12 وهاي 72، والإفكتيف لينث مالته 12، هذا 12. فنجي نقرا هنا W 12 في 72 مقابل للإفكتيف لينث 12، فمعناتها الـ ASD 537 والـ LRFD 807. أتمنى أنه قريتين صحيح لأن مو كلش وضعات عندي نفس الكلام. صحيح 807 بالـ LRFD والـ ASD 537 كيلو باوند. هاي مباشرة حسبنا الستندرنس بدون أن ندخل بتفاصيل الكريتيكال ستريس. إذا هسه صارت عندنا حالة ثالثة للحل هنا. بالحالة الأولى عرفنا الكالكوليشنز شلون حسبناها بالمثال الأول، بالحالة الثانية حلينا اعتمادا على التيبلز اللي ينطينا الكريتيكال ستريس واللي هو ما يعتمد على شكل المقطع أصلا، بس مجرد يعتمد على ستندرنس ماكسيموم ستندرنس. والحالة الثالثة اللي حلينا بيها أنه نحل اعتمادا على الإفكتيف لين فقط، وباعتماد واللي يعتمد على نوع المقطع وحسبنا السترينث. هنا بهذا المثال المطلوب الثالث اللي هو بحساب السترينث الكالكوليشنز، فأيضا نفس الكلام أنه نفس المثال اللي حليناه المثال الاول اللي تطرقنا له، انه اول شيء احنا نشيك الاوفر اول، باعتبار مشيكين اللوكال ستيبلتي نشيك الاوفر اول ستيبلتي،
وبعدها نعرف انه نشيك الليمتس اللي هو 4.7 اي على اف واي، نعرف انه السلندرنس مالتنا العمود مالتنا بي سلندرنس مقدارها 74.37 والليمت 113، فاحنا ضمن الان الاستيك. وبما انه ضمن الان الاستيك والمقطع مالتنا without slender element، فاحنا نستخدم هاي المعادله لحساب اللي هي معادله 3.2 لحساب الكريتيكال ستريس. نحسب الكريتيكال ستريس مجرد انه نضربه في الاريا جروس يطلع النومينال، ومن خلاله بعد ان نطلع النومينال نطلع الديزاين سترينث بالال ار اف دي والالاول سترينث بالاي اس دي، نفس التفاصيل اللي تكلمنا عنها بالمثال الاول، لا حاجه للاسهاب بها وناخذ وقتكم. فالان غطينا هاي تقريبا الطرق الاساسيه والرئيسيه، ثبتنا البرنسبل بالكومبريشن ممبرز. شكرا جزيلا.